يقول أنا رجل مسن ولي أولاد أصروا على إدخال قناة المجد، فهل يكون علي إثم إذا أدخلوها البيت؟ إذا أدخلوها بغير رضاك فقد عصوك ويأثمون بذلك، عليهم أن يخرجوها لأجل البر بك الإحسان إليك. إذا لم يخرجوها وأنت أنكرت عليهم برئت ذمتك، لأن هذا أقصى ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.